ولد آل محمد وبدأوا يعدون أنفسهم لنا، وأنا لم آتي إلى هنا سوى لإبادة محمد. وبهذا الجيش الذي أعددناه لن نبقي له أثرا. برعاية هبل. برعاية هبل. وصل جنود مكة بأعداد كبيرة، فلنتهيأ لهم. حول يثرب كلها، إلى أين؟ وفر غضبك يا أبا سفيان، واملأ هذا الخندق بكرهك لمحمد كي يكون النصر حليفا. تعالوا يا رجال. لا تتراجعوا، لا تغادروا أماكنكم. ألا يوجد رجل بينكم يا محمد؟ لقد كان لي رأي بثباتكم وإيمانكم أكثر من هؤلاء. يا محمد، يقال إنك جئت مع رساء المدينة لملاقاتنا. ترى هل يوجد بينكم رجل يا محمد؟ ما الذي حل بجحيمكم وجنتكم هذا؟ وأنا أيضا أعتقد أن لا وجود لأي رجل بينهم. عقيدتهم مبنية على الكذب يا أبا سفيان. هل يوجد بينكم من يستطيع إسكات صوت هذا الكافر؟ أيوجد بينكم من يستطيع أن يسكت صوت هذا الكافر؟ هل يوجد بينكم من يستطيع إسكات صوت هذا الكافر؟ هذا كلام رسول الله. يا رب العالمين، في بدر أخذت منا عبيدة، وفي أحد حمزة، وهذا علي أخو وابن عم رسولك. خذ أنت بيده يا الله وانصره.
عدوه نصرا مبينا. الله أكبر، انظر سوف نبيدهم. ليس فيهم رجل واحد. يا عمرو، يبدو أن فيهم رجلا واحدا.